انا هعدي على كل لكتشر بسرعه وبعد كده هقول لكم ايه الافكار اللي فيها وبعد كده هناخد اسئله. ماشي يلا بينا. زي ما اتفقنا في اول محاضره كان ده الكورس بلان بتاعنا، احنا خدنا لغايه لكتشر 5 تمام. يعني احنا خدنا دراج ديسكفري، خدنا بروتين ستراكشر، خدنا فراجمنت بيز دراج ديزاين، ومولكيولر انتراكشنز، ومولكيولر داكينج، وداخل لغايه لكتشر 5 في الميد تيرم. داخل لغايه لكتشر 5 في الميد تيرم. طيب تعالوا نعدي عليهم بسرعه كده دلوقتي. طبعا انتوا عارفين الكلام ده بقى، يعني ايه دراج ويعني ايه دراج اكشن. من الحاجات المهمه اللي عايز تبقى واصله لكم موضوع قد ايه الدراج ديسكفري حاجه كومبليكيتد. عندنا بروتينز كتيره وكتير منهم مش عارفين الاستراكشر بتاعتها، واحنا المفروض الستبس دي عايزك تبقى عارفها كويس جدا. بنبتدي بايه وبنخلص بايه، انهي من دول تبع ليد ايدنتيفيكيشن، وانهي تبع انهي اسف تبع الديسكفري فيز، وانهي تبع الديفلوبمنت. والموضوع انه بيتكلف كتير وعايزك تفهم ابعاد التكلفه دي. يعني مثلا كمبيوتر موديلنج بيتكلف اقل حاجه، كلينيكال ترايلز تتكلف اكتر حاجه. يعني انا عايزك تبقى فاهم الايه الريشيوز دي، مش لازم تبقى عارف الارقام بس تبقى عارف ايه اكتر من ايه تمام. والى حد ما يعني عندك فكره عن الفيجر. يعني ايه؟ يعني انت مش لازم تقول لي مثلا 800,000، بس ما ينفعش تقول لي 8,000، ما ينفعش تقول لي 20 مليون، فاهمين؟ يعني في حدود المليون تقريبا، فاهمين قصدي؟ يعني تبقى عندك فكره عن الابعاد دي. طيب الحاجات دي كلها للقرايه الرشيده الجميله. ساعات يبقى عندنا مش عارف الكلام منطقي جدا، يبقى عندنا تارجت، يبقى عندنا مالتيبل تارجتس علشان واحده منهم تفلح. ايه التارجتس؟ الكلام ده مهم علشان انتوا عارفين ان احنا خدمنا على الكلام ده في لكتشر 2 لما قعدنا نتكلم على البروتينز وانواع التارجتس المختلفه. الشارتات دي مهمه، مهمه في ايه؟ انك مش عايزك تحفظها، بس احنا ركزنا على حاجات معينه فيها. يعني ايه؟ يعني احنا بصينا على التوب 10 دراجز في 2007 في السوق الامريكي رانكد باي سيلز ان ذا يو اس تمام، وقارناها بالتوب 10 دراجز في 2014 في السوق الامريكاني برضه. ماشي؟ طيب كنت عايزكم تبصوا على ايه هنا؟ كنت عايزكم تبصوا على انواع الدراجز اللي موجوده في 2000 اللي هي عامله اعلى مبيعات في 2007، وكان معظمهم ايه؟ سمول اورجانيك، او كلهم سمول اورجانيك مولكيولز تمام؟ طيب وكان معظم الريسبتورز بتاعتنا او التارجتس بتاعتنا اسف معظمهم بصوا تلاقي فيه كتير قوي بيظهر ايه؟ الجي بي سي ار او ترانسبورترز، مفيش انزيمز غير واحد اهو، صح كده؟ طيب لما رحنا في 2014 الشارت حصل لها ايه؟ كان في ايه هنا في المكان الدراجز؟ مكان السمول اورجانيك مولكيولز كانت ايه؟ حد فاكر؟ كان بسبب تطور موضوع الدراج ديزاين والستراكشر البيولوجي والحاجات دي والباي انفورماتكس والبايوتكنولوجي والكلام ده، ابتدى يبقى بدل ما هي سمول اورجانيك مولكيولز ابتدينا نعمل حاجات سبيسيفيك جدا عن طريق الايه؟ ريكومبيننت بروتينز وعن طريق الانتي بوديز. فتلاقي الشارت بيتصدرها في 2014 بيتصدرها كل الحاجات دي تقريبا، ريكومبيننت بروتينز، شايفين الحاجات دي وايه وانتي بوديز، باستثناء مثلا الروزوفاستاتين اللي ده حافظ على مكانه. يعني هو كان في واحد من الستاتينز هنا برضو، الاتورفاستاتين كان اول واحد، فماشي واحد تاني حافظ على صدارته من الايه؟ من السمول اورجانيك مولكيولز تمام. فاحنا عندنا من السمول اورجانيك مولكيولز عندنا ثلاثه بس ظهروا، لكن كل اللي باقي ده بيولوجيكس، كل اللي باقي ده بيولوجيكس تمام. وبعدين عايزين نبص على انواع الريسبتورز التارجتس. اسف اتفقنا في 2007 كان ايه التارجتس؟ جي بي سي ار. في 2014 ابتدى بقى يظهر ايه؟ كاينيزز بقى ومش عارف وحاجات كده تمام. طيب ما يبقاش الموضوع كله ايه ترانسبورترز وجي بي سي ار، بقينا نعرف نوصل لحاجات احسن اكتر. طيب بعد ما احنا بنبتدي دراج ديزاين بروجكت بايه؟ بان احنا نحدد الديزيز وبعد كده نحدد التارجت، نعمل له ايدنتيفيكيشن ونعمل له فاليديشن. ايه التارجت ايدنتيفيكيشن وفاليديشن؟ الحاجات دي عايزك تبقى عارفها طبعا. البيولوجيكال تارجت لازم يبقى افيشنت، لازم يبقى سيف، ولازم يبقى دراجبل. فاهمين الكلام ده اظن صح؟ طيب دراجبل يعني ينفع تو اكت تو بي اكتد ابون باي دراجز، بيتاثر بالدراجز، لان في حاجات ممكن ما يبقاش ليها اكتف سايد بحيث ان يمسك فيها اورجانيك مولكيولز او كده، فاهمين قصدي؟ طيب
اتفقنا ان احنا بنستخدم الكمبيوتر ايدد دراج ديزاين عشان نحاول نقلل عدد الاوبشنز اللي تعمل لها سينثيسيس في النهايه. الجود دراج بيتقاس ازاي؟ بيبقى ليه نانو مولر اكتيفيتي. نانو مولر اكتيفيتي، خلي بالكم الكلام ده مهم علشان في الفراجمنت بيس دراج ديزاين بنينا عليه زي ما هيجي دلوقتي. تمام؟ طيب، ولازم يبقى اللايبوفيليستي بتاعته مظبوطه، ما يبقاش لايبوفيليك قوي بحيث ان يحصل له انترابمنت، ولا يبقى مش لايبوفيليك بحيث انه ما يعرفش يوصل اصلا للايه، للاكتف سايت بتاعه. طيب، وقلت لكم ان احنا موضوع اللايبوفيليستي احنا بنحاول نتحكم في الكيميكال ستراكشر بتاع الدراج علشان احنا ممكن نتحكم في اللايبوفيليستي من بره عن طريق الفارماسوتكس، يعملوا لنا مش عارف كوت التابلتس وحاجات كده، بس الحاجات دي مكلفه، فلو احنا ظبطنا الدراج نفسه يبقى احسن. الدراج لايكنس عندنا الليبنسكيز رول اوف 5، وقلت لكم ان في الفراجمنت بيس دراج ديزاين كان عندنا استكس رول اوف 3 لو فاكرين، صح؟ طيب، والحاجات دي كانت للقرايه الرشيده. ازاي بنلاقي الهيتس؟ يعني احنا دلوقتي عندنا الديزيز وعندنا المولكيولر تارجت اللي هو دراجبل، عايز الاقي هيتس بتمسك في المولكيولر تارجت ده، اعمل ايه؟ هنعملها ازاي؟ في ناس طبعا بتلاقيها باي تشانس، في ناس بتستخدم كمبيوتر ايديت تكنيكس. هدف الكمبيوتر ايديت تكنيكس او الفيرتشوال سكريننج هدفه ايه؟ يقلل زي ما حضرتك قلت عدد المولكيولز بحيث ان انا بعد كده اروح اعمل لهم بيولوجيكال ايفالويشن. ندى وميار ركزوا معايا، ميد ترم لابس كده. طيب، عندنا كمبيوتر ايديد، انا بحاول افتكر اسمهم بس عشان ما اسالهمش تاني، لما تكرر الحاجه بتفتكر. خلاص كملوا كملوا لعبه في الموبايل، انا عملت اللي انا عايزه. كمبيوتر ايديد تكنيكس اتكلمنا عنها. هاي ثروبوت سكريننج، يعني ايه هاي ثروبوت سكريننج؟ فرقنا بين الهاي ثروبوت سكريننج والفراجمنت بيس دراج ديزاين لما اتهرينا في المحاضره بتاعت الفراجمنت بيس دراج ديزاين. حد فاكر الفرق؟ هنا بتبقى مولكيولز دراج لايك، تبقى حجمها كبير شويه، تمام؟ وهنا بتبقى حاجات صغننه. هنا ما كناش بنقدر نكسبلور كل الكيميكال سبيس، بس تحت بنكسبلور الكيميكال سبيس احسن، حاجات تانيه ماشي. بنعمل اللايبراريز اللي بنستخدمها في الهاي ثروبوت سكريننج ازاي؟ خلي بالك ان احنا اتكلمنا عن اللايبراريز بتاعت الفراجمنت بيس دراج ديزاين في الايه؟ في المحاضره بتاعت الفراجمنتس، تمام؟ هو زعل مني؟ باخد انا الموضوع بيرسونال. نعم؟ ترايد انت احسن. بنتي الصغيره الله يمسيها بالخير، هي اكبر واحده يعني بس صغيره يعني، قاعده مع بابايا فبتعزم عليه بالتشيكليتس، فبتقول له تاخد مستيكه، احنا في اسكندريه اسمها مستيكه. فقال لها لا. قالت له ايه؟ لا عشان انا راجل. قالت له طب بابا بياكل مستيكه. خلاص يعني بسكوتي بقى خلاص. يلا مش مهم، فطحاني في كل حته شويه. مره واحنا في كندا كانت صغنونه قوي، على الكاشير، هم هناك الكاشير لازم، دي تقاليد عندهم، اي كاشير او اي حد لازم يقعد يعاكس الاطفال، ده لازم لوك ات هير ايز، لوك ات مش عارف حاجه كده. وبعدين فكان في سوبر ستور كبير كده، زي حاجه عامله زي كارفور هنا كده، فاحنا بنحاسب على الكاشير، فكان معاهم ستيكرز بيدوها للاطفال عشان يفرحوهم. فهي ادت لها ستيكر فهي كانت فرحانه قوي وبتاع. وبعدين راجعه البيت، فمراتي بتقول لها ايه الستيكر ده جميل قوي يا جوجو؟ قالت لها طنط اديتهولي. قالت لها طنط مين؟ قالت لها طنط حبيبه بابا. قالت لي مين حبيبه بابا دي؟ قلت لها والله والله العظيم ما اعرف، ده الكاشير اللي في المحل. تحب تخدم من صغرها جوجو. المهم بعمل ريكورد، كل الحاجات دي متسجله مفيش مشكله، انا مفضوح في كل حته مش فارقه. طيب يلا بينا. بنديزاين اللايبراريز ازاي اللي هدور فيها على الكومباوند اللي ممكن يبقى هيت
من ديزاين اللايبرري ازاي اللي هيدور فيها كومباوند اللي ممكن يبقى هيت. تعالوا نشوف. لقينا ان في حاجه اسمها بريفيليج سكافلد. بريفيليج سكافلد يعني ايه؟ مجموعه هيترو سايكلز واضح ان هي بتبقى بتبروفايد يوسفل ليجندز. يعني بتلاقي حاجات زي الهيترو سايكلز دي لانها موجوده في دراجز كتيره. فاحنا لو عايزين نعمل لايبرري ندور فيها على دراجز نبنيها حوالين دي. يعني بناخد مثلا رينج زي دي ونقعد نعمل فيها سبستيتيوشنز وبعد كده نجربها. فاهمين قصدي؟ انا كنت عايزكم تفهموا الفكره دي بس، يعني انتوا ما تقعدوش تذاكروا الكلام ده. الله يمسيه بالخير دكتور ويست، ده كان بيحب الموضوع ده. المهم recurring themes. طيب قلنا واحنا بنحاول نلاقي هيتس في حاجات بنبعد عنها اللي هم بنسميهم promiscuous compounds، واتكلمنا عنهم كتير عن الكونسبت بتاع البروميسكويتي ده في الليجند، صح؟ ان هو الليجند اللي ماشي مع كل البروتين اللي خربها مع البروتين. فده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بينهبت a variety of unrelated protein targets. فده انت بتلاقيه تفتكره هيت وهو مش هيت ولا حاجه، هو شغال في ده وشغال في ده وشغال. ما ينفعش يبقى دراج، ما ينفعش تدخل في دراج ويخبط في كل حاجه. بس قلنا ممكن نستفيد منه في ايه؟ ان هو ممكن لو درسنا طريقه البايندنج بتاعته مع البروتين دي تبقى جود ستارتنج بوينت علشان نحسن فيه ويبقى سيلكتيف. تمام كده؟ طيب تو ستارت اوت تو انيشيت ا دراج ديزاين بروجكت. وده نفس الفكره بتاعت البروميسكيويتي دي كنا بنقابلها فين؟ في الفراجمنت بيز دراج ديزاين طبعا. وكان في برضه الفولس هيتس اللي هي بقى دول نبعد عنهم تماما، اللي هو البينز دول بان اسي انترفيرنس كومباوند دايما بيطلعوا فولس بوزيتيف وهم اصلا ما ينفعوش يبقوا دراجز خالص. يعني دول لو موجودين في الاستراكشر بتاعك ده ما ينفعش يبقى دراج اصلا، بيبقى توكسيك مثلا، بيبقى حاجات كده. طيب بعد ما لقيت الهيت بتلاقي الليد. الليد كومباوند اللي هو ايه؟ اللي هو احسن من الهيت شويه. الهيت اي حاجه، اي حاجه من اسمها كده بتمسك في البروتين، تمام؟ بس يعني ممكن يبقى ليها توكسيستي، ممكن يبقى ليها وات ايفر، ممكن تبقاش تمسك كويس. احسن كل الحاجات دي فاخليه ليد كومباوند. ليد كومباوند اللي هو كومباوند اللي هو it is promising to be a drug بس it is not yet, it's too early to call it a drug. فبنعمل ايه؟ بنحاول نظبط الاكتيفيتي ونقلل الايه السايد افكتس، وبعد كده بنعمل ليد اوبتمايزيشن بنفس الطريقه. كومباوند تيستينج بيتعمل ازاي؟ الحاجات دي مهمه جدا. عندنا بايولوجيكال اسايز، بايوكيميكال اسايز اسف، وسيل بيزد اسايز. عايزك تبقى عارف المقارنه دي كويس. فاكرين الفرق؟ البايوكيميكال اسايز انك بتجيب بيكر وتحط فيه الانزيم وتحط فيه الدراج او البروسبكتيف دراج يعني، وتشوفه بيعمل انهبيشن ولا لا بالكالوريمتري مثلا. يعني لو بيمسك بيطلع لون معين كده يعني. ده البايوكيميكال اسايز. It is easy to automate وده اللي بيستخدم في الهاي ثروبوت سكريننج. ماشي؟ انما السيل بيزد اسايز انت بتجيب سيل كامله. طب انهي اقرب للحقيقه؟ سيل بيزد اسايز طبعا. تمام؟ ده اقرب للحقيقه لان هو بيجيب السيل ككل بكل مشاكلها وبتاعه وان سو اون. طيب. فا It is more difficult to automate. كل واحده من دول ليها مشاكل. بايوكيميكال اسايز ممكن تديك فولس بوزيتيفز كتيره. يعني هي مشكله هو بيبقى بوزيتيف امتى؟ لما يغير لونه. ممكن الكومباوند يكون بيغير لونه لوحده يعني من غير حاجه، فدي بتعمل ايه؟ بتعمل فولس بوزيتيفز. وممكن تبقى فولس نيجاتيفز، الكومباوند مش بيدوب اصلا، فهو المفروض ممكن يمسك في الـ في الـ في البروتين بس بيدوب بطريقه معينه، هو ما دابش عندك في السامبل بتاعتك في البفر بتاعك فما كانش مناسب. فاهمين قصدي؟ بس هو اصلا بيمسك. واتكلمنا عن الايه برضو هنا في مشاكل ان دي اقرب للحقيقه بس في حاجات ستيل ميسنج زي الاورال بايوفيلابيلتي. طيب animal testing الكلام ده مهم جدا برضو. انا ممكن اسالك اصلا discuss يعني ايه animal، اتكلم عن animal testing. فانت لازم تبقى عارف احنا بنعمله ليه، بنعمله ليه يعني ايه. الايم بتاعنا ان احنا نتاكد من الافيكاسي والتوكسيسيتي والبايوفيلابيلتي. تمام؟ طيب هو ليه مثلا ممكن تقارنه باللي قبليها؟ ليه احسن من السيل بيزد اساي؟ علشان هو بيادرس الاورال بايوفيلابيلتي وبيادرس التوكسيسيتي. تمام؟ احسن من الايه من السيل بيزد اساي. بيتعمل على ايه؟ لازم تبقى عارف. بيتعمل على الحيوان اللي ممكن تنديوس فيه المرض. يعني انت بتنديوس المرض الاول وبعد كده تحاول تعالجه بالايه؟ بالموليكيول بتاعتك. فمعظمها بتبقى فران او ارانب، او ساعات في امراض ما ينفعش غير في حيوانات غريبه زي الارماديلو، هو الحيوان الوحيد اللي ممكن انديوس فيه ليبروزي. معايا كده يا جماعه؟ طيب. وبيبقى قرار صعب جدا بعد البري كلينيكال ستيج، هل نوقف ولا نكمل؟ يعني هل مثلا توكسيستي دي ممكن نظبطها ولا ما ينفعش هندفع فلوس على الفاضي؟ ولا وبيبقى ساعات موضوع صعب برضو ان هل ده هيترانسفير للهيومنز ولا لا؟ ممكن يبقى كويس في الفئران بس في الهيومنز وحش، وممكن يبقى العكس، يقول لك لا احنا عملنا ستاديز قبل كده كان بيبقى مثلا توكسيك في الحته دي في الفار بس لما بتتنقل للهيومن ما بيبقاش توكسيك.
فالحاجات دي كلها بتبقى very complex decision، هل نوقف ولا نكمل؟ تمام كده؟ انا عايزكم تبقوا فاهمين ابعاد الدايمنشنز بتاعت المشكله دي. بعد كده كلينيكال ترايلز كانت مقسومه ثلاثه. اول ستيج توكسيستي، اتاكد انه مش توكسيك فبعمله على هيلثي بيبل. ثاني ستيج بظبط الافيكاسي والدوز والكلام ده فبعمله على على بيشنتس. ثالث ستيج بقى بعمله على يعني ايه بيشنتس كتير بقى من اثنيكس مختلفه وحاجات مختلفه وبتاع الكلام ده، اكتر حاجه بتتكلف حاجات بتتعمل على الهيومنز اكتر حاجه بتتكلف. وبعد كده الشنطه السامسونايت والايه والبدله زي ما اتفقنا، ونروح على الاف دي. طيب حاجه مهمه جدا برضو موضوع دراج اتريشن، ودي دايما بتتنسي في المذاكره عشان هي اخر سلايد. تمام، نفسنا قصير في السلايدات، ما بلاش نفسنا يبقى قصير عشان نفسي في الامتحان ما يبقاش قصير. تمام، بجيب عادي في الاخر. الدراج اتريشن ممكن بعد كل اللي حصل ده يحصل دراج اتريشن. يعني ايه دراج اتريشن؟ يتسحب بعد كل الهبد ده. بعد كل الهبد ده يا عم، بعد كل الـ 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 الشغل اللي عملناه على الكمبيوتر والمصاريف في السيل بيزد اسي والبايوكيميكال اسي والسكرينينج والانيمال تيستينج والكلينيكال ترايلز والماركتنج كامبينز والبط كل ده وتسحب الدراج. قال لك ايه اسباب سحب الدراج؟ زمان كان ممكن الدراج يتسحب بسبب البور فارماكوجينيتك بروفايلز. دلوقتي غالبا هو ما بيوصلش اصلا للهيومن كلينيكال ترايلز غير واحنا تقريبا متاكدين ان الفارماكوجينيتك بتاعته حلوه. تمام، فما بقاش ده الكومن فاكتور لسحب الايه، لسحب الدراج من من ان هو يكمل يعني، او ان هو يتسحب من السوق بعد ما يطلع. امال ايه اللي كان، امال ايه السبب الدراج اتريشن؟ بيبقى افيكاسي اند سيفتي ايشوز ما عرفتش تظهر في الكلينيكال ترايلز. ماشي كده؟ خلصت اول محاضره. الكلام ده صعب، شفت احنا ممكن نمتحن دلوقتي. طيب تاني محاضره، بروتين ستراكشر وما ادراك ما البروتين ستراكشر. محاضره شديدة الطعام والجمال. اتفقنا ان عندنا حاجه اسمها ستراكشر بيز دراج ديزاين وحاجه اسمها ليجن بيز دراج ديزاين، تريتوا الكلام ده بقى خلاص صح. الميتابوليك باثويز بعرفها منين؟ في حاجات على الانترنت ريفرنسز كده، سايتس داتابيزز فيها الكلام عن الميتابوليك باثوي. مهم قوي ابقى عارف البروتين بتاعي بيأثر في الباثوي بتاعه ازاي. ماشي؟ طيب بروتين كاركترايزيشن، لازم ابقى عارف بيحصل له اكسبريشن فين. ليه ببقى عايز بيحصل له اكسبريشن فين؟ ده يفرق معايا ايه في ان انا وانا بعمل دراج؟ يعني ممكن الدراج ما يوصلوش اصلا لو هو اكسبريسد جوه السيل، والسيل مثلا ليها لايكوبليستي معينه في الممبرين بتاعها. الدراج بتاعك يبقى شغال عليه لما تجربه ايه؟ لما تجربه في ال في البايو كيميكال اساي، بس هو ما بيوصلش اصلا، يبقى ملوش اي لازمه. تمام، يبقى انت لازم تبقى عارف اللوكيشن اوف اكسبريشن. سام بروتينز ار اكسبريسد ان افري سيل، انت عارف مكانه كمان. وسام ان سبيسيفيك تيشوز، ساعات حاجات بتبقى بره السيل وحاجات بتبقى جوه السيل. الكلام ده بيبقى مهم جدا في الايه، في التارجتنج. طب نعرف الاكتف سايت ازاي؟ السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي. ازاي اعرف الاكتف سايت بتاع البروتين؟ عشان اعرف الاكتف سايت، ما انا لازم اعرف الاستراكشر الاول وبعد كده اعرف الاكتف سايت. فهي جت في الاخر، وكالعاده ما تنفضوش الحاجه اللي بتيجي في الاخر. بروتين ستراكشر الكلام ده تهريناه يعني. قلنا عندنا ثلاث طرق للبروتين اكسبيرمنتال ميثودز فور بروتين ديترمينيشن: اكس راي كريستالوجرافي، ان ام ار، وكراي الكترون مايكروسكوبي. اكس راي كريستالوجرافي بسرعه كده، كانت ايه مميزاتها؟ اعلى ريزولوشن، وممكن تعمل اي حجم للبروتين، اي سايز. تمام، طيب ايه مشاكلها؟ اول حاجه انها كريستال. كريستال يعني هو البروتين جوه جسمنا بيبقى كريستال، مش ده الطبيعي، فهو مش النيتف انفايرمنت بتاعت البروتين. فبتدي ستاتيك سناب شوت، بتدي سناب شوت ثابته للبروتين. هو البروتين اصلا المفروض انتوا عارفين المفروض يبقى فلكسبل وحاجات كده. تمام، طيب الان ام ار العكس. الان ام ار تقريبا نيتف انفايرمنت، يعني على الاقل بيبقى في بافر سولوشن او في ميه. وبيبقى فلكسبل عادي، بس مشكلته في الريزولوشن، ريزولوشن قليله وما بيعرفش يعمل البروتينز الكبيره. كرايو الكترون مايكروسكوبي تنين وبيعمل البروتينز الكبيره احسن اكشولي، بس الريزولوشن بتاعه وحش. الريزولوشن بتاعه وحش. حلو يعني. هنلاقي الاستراكشرز فين؟ هنلاقيها البي دي بي، بس هنا ده كده هم بيجيبوا الاستراكشرز. ان الجماعه بتوع البي دي بي بيجيبوه منين اصلا؟ بيجيبوه من الحاجات دي. طيب الحدوته بتاعت كريستيان انفنسن، معضله الاخ كريستيان، او اسف دي عقيده الاخ كريستيان، الدوجما بتاعت كريستيان.
انفنسن. قال ايه؟ قال الجلوبيولر بروتينز ال 3 دي ستراكشر بتاعهم از ديتيرمند ستورد كومبليتلي في الايه، في ال 1 دي سيكونس. تمام، كده طلع قدام بس يلا. كما قال الشاعر ما لهمش في الطيب. يلا بينا. عمل ايه انفنسن ده؟ فاكرين ده عمل تجربه بالتلازينه، قاعد يفك ويركب اكنه بيلعب جيكزو في البيت. تمام، اكنه جايب ليجو بيلعب في البيت. عمل ايه؟ جاب الرايبونيوكلييز، حط عليه المركبتو ايثانول واليوريا. ايه لازمه الاثنين دول؟ ماشي، بيعمل دينيتريشن. مركبتو ايثانول بيفك الدايسلفايد بريدجز، واليوريا بيفك الباقي، بيبوظ الهيدروفوبيك كونتاكتس والحاجات دي. تمام، طيب حط عليهم الاثنين، فحصل له طبعا ايه؟ ديناتشريشن. اما رجع الاثنين، اسف، قام شايل الاثنين، سحب التو ماتيريالز دول، المركبتو ايثانول واليوريا، فرجع ثاني فولد زي الفول. يسكت، ما يسكتش، ما يبقاش كريستيان انفنسن، يبقى واحد مننا. تمام، كريستيان انفنسن عمل ايه؟ اما قال لك لا بص، انا هسحب المركبتو ايثانول واسيب اليوريا. سحبت المركبتو ايثانول، يعني هيعمل ايه؟ هيعمل ده سافر بريدجز، بس سايب اليوريا، يعني هيقعد يبوظ الهيدروفوبيك كونتاكتس. فلو الدايسلفايد بريدجز لوحدها هي اللي بتمسكه في مكانه، هيمسك الثاني عادي، بس هو مش الدايسلفايد بريدجز لوحدها، فهيمسك غلط. هيعمل ايه الحيوان ده بقى؟ يعني هو كده خلاه يعمل ايه؟ بصوا، خلاه يعمل فولدنج غلط، يعني هو بيعلمه يفولد غلط، وبعد كده اداله فرصه يريفولد، فعمل فولدنج صح. شفتوا تنين اداله فرصه يريفولد ازاي؟ سقسق شويه ام مركبتو ايثانول، سقسقه علميا يعني تريس، يعني قليل قوي، حبه ظنني. تمام، حط شويه تريس مركبتو ايثانول كافي ان هو يكسر دول، فكسر الدايسلفايد بريدجز وسحب اليوريا علشان ايه؟ يظبط نفسه تاني، فظبط نفسه تاني الراجل. تمام، وبهذا اثبت الاخ انفنسن ان البروتين ستراكشر، نيتف بروتين ستراكشر، از يونيك اند ستيبل اند كاينيتيكلي اكسسبل. كاينيتيكلي اكسسبل يعني ايه؟ يعني هو بيعرف يوصل للاستراكشر بتاعه بسرعه، وستيبل ثيرموداينامكلي، وفي نفس الوقت يونيك، يعني ملوش كذا ستراكشر، هو واحد بس. تمام، وهنا ظهرت معضله مين؟ لا، انفنسن ما عملش معضله، انفنسن عمل عقيده. في واحد عمل معضله بعديها اللي هي البارادوكس. مين عمل المعضله؟ بارادوكس يعني معضله باللغه الاعجميه الانجليزيه. تمام، بارادوكس معضله، معضله. كان في بنت عندنا في الجامعه ما بتعرفش عربي تقريبا، يعني هي متربيه بره واجانب وبتاع، فمره وبتتكلم لها بتتكلم كده ازيك، عارفين الستايل ده. فمره كنت قاعده كده في الليكتشر، وبعدين قامت قايله مش معضله. قلت يا نهار ايه اللي بيحصل؟ انت جبتي الكلمه دي ازاي اصلا؟ قلت ان احنا تاثرنا عليها جامد جدا. انتوا المفروض تكونوا عارفين معضله، اذا كان هي كانت عارفاها انتوا عارفين كلمه معضله صح؟ الحمد لله. معضله يعني حاجه صعبه التفسير. تمام، فالاخ بارادوكس، الاخ ليفنثال ده قال ايه؟ عمل بارادوكس جامد جدا. تمام، قال ايه؟ قال لك ان احنا دلوقتي في فولدنج ستيتس كتير، اتكلمنا في الموضوع ده، ولو البروتين هيقعد يحاول يدور الفولدنج ستيتس بتاعه هياخد وقت كتير طحن، حتى لو هو سريع طحن هياخد وقت كتير اكتر من وقت اليونيفرس. طب هو بيعملها ازاي من الذين ده في ثانيه ولا في اقل من ثانيه؟ فدي معضله. يبقى المعضله مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان احنا عندنا كونفورميشنز كتير جدا، وحتى لو عملت سامبلنج بسرعه جدا المفروض هتاخد وقت كتير جدا برضه، جدا البروتين هياخد وقت كتير جدا، لكن رغم كده هو ما بياخدش وقت كتير جدا، يعني هو المفروض ياخد وقت كتير جدا بس ما بياخدش وقت كتير جدا، فهو الراجل هيتجنن جدا. فاهمين قصدي؟ فبقت بارادوكس. ف حليناها ازاي؟ بالفولدنج فانلز. ايه الفولدنج فانلز؟ قال لك ماشي، هو في كونفورمرز كتيره بس الانرجي بتاعتها عاليه، تمام، مش مهتاب، وحشه، شغاله شغاله عاليه، وحشه 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 حبيبي حبيبي، بس حلو بس ما تقولهاش تاني صح. طيب يبقى عندنا كونفورمرز كتير بس الانرجي بتاعتها عاليه، ماشي كده. فهو البروتين داز نوت اكسبلور كل الكونفورمرز دي، هو بيوصل بسرعه جدا لللو انرجي كونفورمرز، فعشان كده هو مش بيقعد يدور، مش بيقعد يسامبل كل الكونفورمرز الوحشه دي، لا هو مش بيعمل كده.
هو بيوصل على طول للايه لللو انرجي كونفورم، فسمينا ده عامل زي الفانل فسميناها فولدنج فانلز. تمام طيب وفرجتكم على الفيديو ده باين. بروتين فولدنج از دريفن باي ايه الحاجات اللي بتدايركت البروتين فولدنج؟ من اهمها الهيدروجين بوند، لا اسف اهمها من اهمها الهيدروفوبيك انتراكشن اللي هو ضعيف جدا. فاكرين واحنا بنتكلم على انتراكشنز هيدروفوبيستي ده ضعيفه بس هي من اكتر الحاجات المهمه اللي بتجايد الايه البروتين فولدنج. تلاقي الهيدروفوبيك ريزيديوز كده امبيدد كده سهنه جوه البروتين، والحاجات الاكسبوزد بره بتبقى ايه تبقى الهيدروفيلك ريزيديوز. تمام وساعات يبقى فيها هيدروجين بوندنج بين الامينو اسيدز والكتروستاتيك انتراكشنز وفاندرفال انتراكشنز وزي ما شفتوا دايسلفايد بريدجز اند سو اون. طيب حاجات دي للقرايه الرشيده، قرايه رشيده لغايه لما وصلنا للهومولوجي موديلنج. لو احنا الهومولوجي موديلنج بتتعكتوا فيه في اللاب برضه صح، شايفين الدنيا اتجمعت مع بعضها ازاي، انها كورس رائع تمام، وكورس خبر انه كورس كورسون خبر ان مرفوع. المهم الهومولوجي موديلنج يعني ايه؟ يعني انا عندي تمبلت بروتين انا عارف الاستراكشر بتاعه، وكويري بروتين مش عارف الاستراكشر بتاعه بس هما شبه بعض. عرفت منين ان هما شبه بعض؟ اذا كان انا مش عارف الاستراكشر بتاعه عرفت منين ان هو شبه الثاني من السيكونس؟ مش احنا قلنا دلوقتي الانفورميشن في الاستراكشر ستورد في السيكونس؟ لو السيكونس شبه السيكونس يبقى الاستراكشر شبه الاستراكشر وكلك نظر. تمام كده معايا يا شباب؟ طيب يبقى احنا مهم جدا موضوع السيكونس سيميلاريتي او السيكونس ايدنتيتي. كل لما السيكونس ايدنتيتي تزيد كل لما يبقى فعلا الاستراكشر شبه الاستراكشر اكتر، صح كده؟ فاحنا محتاجين ايدنتيتي عاليه اكتر من 70% علشان الاستراكشر فعلا يبقى شبه الاستراكشر. لما تلاقي حد عامل هومولوجي موديل بايدنتي بيرسنت 25% يبقى ده راجل كفتاجي. انا لسه عامل واحد من اسبوع وبعته في بيبر عادي خالص، كفتاجي يعني. المهم يبقى الكواليتي ديكريزز ويذ ديكريزنج سيكونس ايدنتيتي. دي معلومه مهمه جدا عايزك تبقى عارفها. وفي معلومات كتير اخذناها فين؟ في اللاب صح؟ الحاجات دي فوتناها اللي هي طريقه السيكونس الاينمنت نفسها الهيرستيك ميثودز، الحاجات دي جميله قوي. بس يلا دي فاكرين الفاستا والبلاست والحاجات دي؟ طيب ودي الستبس اللي قلناها في اللاب لما برضو اتعكينا. عندنا تمبلت ريكوجنيشن اند انيشال الاينمنت، بعد كده الاينمنت كوركشن، وبعد كده نعمل الباك بون ونظبط اللوبس اللي بتبقى دي مش متظبطه في الباك بون، ونظبط السايد تشين. انتوا الحاجات دي قلتوها في اللاب كتير صح؟ انا حاسس انكم فاهمينها كويس جدا صح؟ جدا لو بيبصوا اكنها اول مره يشوفوها اصلا صح؟ شطار ما شاء الله عليك. وصلنا لايه بقى؟ خلاص عرفنا البروتين ستراكشر سواء بالاكسبيرمنتال ميثودز سواء بالهومولوجي مودلز، وعرفنا النظريات بتاعته وظبطنا الدنيا على الاخر. عايزين نعرف الاكتف سايت، ما احنا كل حياتنا في الاكتف سايت، احنا ده اللي يهمنا في الليله كلها. لازلت بفقد الاودينس بتوعي بس انا هصمد. يا بنتي انت مش عايزه اتندنس؟ جاي تاني؟ كان في حاجه اسمها اورثوستاتيك والوستاتيك اكتف سايت، طبعا الحاجات دي انتوا عارفينها. اعرف الاكتف سايت ازاي؟ اعرف الاكتف سايت ازاي؟ نعم؟ انهي ليجند؟ نعمل ايه؟ ما هو هيمسك فيه ازاي؟ يعني انا هعرف منين ان هو ماسك هنا؟ كلك نظر. احنا اتفقنا ان احنا عندنا طرق بنعرف بيها ال 3D structure بتاع البروتين زي الكريستالوجرافي. طب ما احط مع الليجند، يبقى الليجند مع البروتين ويمسكوا في بعض واصورهم بالكريستالوجرافي متلبسين تمام. فالليجند مع البروتين عرفت هو مسك فين واصورهم في هذه اللحظه. تمام كده يا جماعه؟ يبقى كده عرفت في باي كريستالوجرافي هو ماسك فين بالظبط. دي احسن طريقه اقدر اعرف بيها الاكتف سايت، احسن طريقه على الاطلاق. ان انا باصص في ان انا شايفه قدامي، شايف الليجند ماسك في البروتين، مفيش اكتر من كده تمام، وماسك في الحته دي وعامل الانتراكشنز الفلانيه. بس ده مش شرط يبقى متوفر لي، يعني مش شرط الاقي وانا بدور على البروتين داتا بانك مش شرط الاقي ليجند ماسك في البروتين، ممكن الاقي بروتين لوحده. ناس عملت كريستالوجرافي للبروتين بس، اعمل ايه ساعتها؟
الحل الثاني ركزوا معايا، يبقى اول حل ان انا ايه اصورهم وهم مع بعض. ثاني حل ان انا اشوف البروتين اللي شبهه الليجند بتمسك فيه فين. يعني دلوقتي عندي بروتين اكس، البروتين اكس ده شبه بروتين واي، انا عايز اعرف الاكتيف سايت بتاع البروتين اكس، بس ببص على الكريستال ستراكشر مفيش. طب اعمل ايه؟ ابص على بروتين واي اللي هو شبهه، هل عنده كريستال ستراكشر ماسك فيها ليجند؟ يبقى حلو قوي، يبقى اكيد دول ماسكين في نفس الحته، بيمسكوا نفس الحته، يبقى الاكتيف سايت هنا شبه الاكتيف سايت هنا. طيب لو ده كمان مش متوافق اعمل ايه؟ في طرق كومبيوتيشنال بحاول ادور على كل التجاويف الممكنه اللي في البروتين اللي ممكن يمسك فيها ليجند، بنسميها سايت فايندرز. تمام، زي مثلا برنامج زي ام او اي عنده حاجه اسمها سايت فايندر وكتير يعني. تمام، حد زعلان يبقى عندي كام طريقه اقدر اعرف بيها الاكتيف سايت؟ ثلاثه. انهي موست ريلايبل؟ الكريستالوجرافي، اصورهم مع بعض. تمام، في طريقه بالان ام ار على فكره بس يعني اصعب شويه. المهم خلصنا المحاضره دي، حد زعلان؟ الكلام ده صعب. خدنا ايه تاني؟ خدنا المولكيولر انتر اكشنز، خمسة هنراجع اول اربعة، والخمسة مش مهم لان احنا لسه واخدينها الاسبوع اللي فات. مولكيولر انتر اكشنز اتكلمنا عن الدلتا جي صح، اللي هي الفري انرجي اوف بايندينج، ان اي حاجتين بيبايند اي بروسيس عشان تحصل لازم الدلتا جي بتاعتها تبقى بالنيجاتيف عشان تحصل سبونتينيوسلي. تمام، والدلتا جي دي بيأثر عليها او يعني فاكتورز فيها الدلتا اتش والدلتا اس. الدلتا اس دي ليها علاقه بالانتروبي بالفريدم، والدلتا اتش ليها علاقه بالانتر اكشنز. كل لما يعمل انتر اكشنز او يعمل بوندز اكتر كل ما الدلتا اتش تبقى مور نيجاتيف، فتبقى حاجه كويسه بالنسبه للانتر اكشن. هقول لك تعرفي ايه حالا يا فندم، تأمريني يا فندم. اسم حضرتك ايه؟ حاضر يا بسنت. لو يعني انت هتقعد تهزي علينا ما تقول لنا في الاخر يعني المفيد، يعني فين الزيتونه؟ فين الزيتونه؟ حاضر يا فندم، الزيتونه جايه حالا. قلنا انواع الانتر اكشنز الكتيره، واضح ان انا كنت برسم رسومات معبره جدا في اللكتشر، ايه القرف ده؟ طيب ظبطت كده صح؟ ظبطتها كويس. عندنا ايونيك اين دايبول هيدروجين بوند. طيب بسرعه كده يا جماعه، كل الانتر اكشنز دي كانت معتمده على حاجه بوزيتيف بتمسك في حاجه نيجاتيف، يعني ايا كان بقى، لو فول بوزيتيف تبقى اسمها ايونيك، لو بارشال يبقى اسمها دايبول، لو حتى ما فيش اصلا بس بيحصل لها اندكشن تبقى اسمها اندوس دايبول، صح كده؟ بس في النهايه بيبقى فيه سام بوزيتيف مع سام نيجاتيف، الا ايه؟ الا الكوفيلنت انتر اكشن والا الهيدروفوبيك انتر اكشن. الهيدروفوبيك انتر اكشن ما فيهاش بوزيتيف ونيجاتيف، هي معتمده على ايه؟ معتمده على الانتروبي، ان احنا الميه بتزقهم عشان يبقوا مع بعض. تمام، الحاجات اللي معتمده على الانتروبي هتسمع في دلتا اس، علشان بس انت ما تزعلش مننا. يعني ايه الحاجات اللي هتسمع في الدلتا اس هنا؟ هتاثر في الدلتا اس اكتر الهيدروفوبيك انتر اكشنز، انما ايه اللي هياثر في الدلتا اتش اكتر؟ كل الانتر اكشنز الثانيه. تمام، الهيدروجين بوند كان فيها حاجه مميزه لو فاكرين، ان هي كان ليها بارشل كوفيلنت نيتشر. تمام، من ضمن الحاجات دي تعالوا نركز على الحاجات المهمه قوي. الهيدروجين بوند مميزه قوي ليه؟ عشان كان ليها بارشل كوفيلنت نيتشر. ايه الحاجات اللي بتقوي الهيدروجين بوند؟ قلناها في اللكتشر لو فاكرين. ايه اللي بيخلي الهيدروجين بوند قويه؟ هو انا مش كاتب التفاصيل ليه؟ ايه ده، انا مش كاتب التفاصيل؟ هو الظاهر انا قلتها ببقي. ايه الحاجات اللي بتخلي الهيدروجين بوند قويه؟ الهيدروجين بوند هي ايه؟ هي البوند اللي بتتكون بسبب ان انا عندي هيدروجين ماسك في حاجه الكترونيجاتيف والناحيه الثانيه حاجه فيها سام سورت اوف نيجاتيفيتي، يبقى دي اسمها هيدروجين بوند. تمام كده، متفقين؟ طيب لو انا عندي دي بوزيتيف قوي ودي نيجاتيف قوي مش هتبقى البوند قويه؟ تمام، يبقى انا كل لما يبقى عندي تشارج سيباريشن هنا اكتر كل ما يبقى البوند قويه. ده هيحصل امتى؟ لو الدونر قوي ولو الاكسبتر، يعني لو الدونر بوزيتيف قوي والاكسبتور نيجاتيف قوي، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الهيدروجين بوند قوي. يبقى اول فاكتورز بتاثر في السترينث اوف هيدروجين بوند السترينث بتاع الدونر والسترينث بتاع الاكسبتور. تمام، تاني فاكتور الانجل، انا بحب الانجل تبقى 180 بالمنظر ده على قد ما اقدر، يعني لو ده كده اتحرك تحت شويه هيعمل برضه هيدروجين بوند بالمنظر ده بس مش هتبقى احسن. يبقى تاني فاكتور ايه؟ الانجل. تمام،
ثالث فاكتور البروكسيميتي، اكيد كل لما اقرب كل ما هتبقى احسن. ماشي، يبقى عندي ثلاثه فاكتورز بيأثروا في السترينث بتاعه الهيدروجين بوند، السترينث بتاع الدونر والاكسبتور. كل ما الدونر يبقى مور بوزيتيف كل ما يبقى احسن، كل ما الاكسبتور مور نيجاتيف يبقى احسن، والانجل كل ما الانجل تبقى 180 يبقى احسن او تقرب من 180. وثالث حاجه ايه؟ بروكسيميتي، ان هم يبقوا قريبين، او الديستنس يبقوا قريبين من بعض. طيب كويس جدا. وطبعا ده في النهايه بيبقى الكتروستاتيك انتر اكشن، يعني بين بوزيتيف ونيجاتيف، بيبقى فيه بارشل اوفرلاب، عشان كده بيبقى فيه بارشل كوفالنت نيتشر. اتكلمنا على الاين انديوس دايبول وعلى الانديوس الانديوس دايبول اللي هم اللندن ديسبرشن فورسز، اتكلمنا عنهم كتير صح؟ فاكرينهم؟ اللي هو كان بيبقى يحصل اندكشن هنا واندكشن هنا. ده كان بيحصل بين حاجتين ما عندهمش دايبول، يعني هم اصلا ما عليهمش تشارج. بس لما بيقربوا من بعض يبتدي يحصل اعاده توزيع، بحيث ان يبقى انستانتينيسلي يحصل ايه؟ دايبول. فعشان كده اسمها انديوس دايبول مع انديوس دايبول. يبقى اول حاجه نفتكرها على لندن ديسبرشن فورسز ان هم ايه؟ بيحصلوا بين حاجات اصلا مش تشارجد. ماشي كده؟ طبعا هو انتراكشن ضعيف. الانتراكشن ده بيحصل بين حاجات مش تشارجد، بس الانتراكشن بينتج في النهايه بسبب ايه؟ تشارجز. صح كده؟ فده بيسمع في الدلتا اتش، ما بيسمعش في الدلتا اس. معايا كده؟ طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل الانتراكشن ده؟ الحاجات اللي ممكن تعمل الانتراكشن ده هي الحاجات اللي عندها قابليه ان يحصل لها بولاريزيشن، يعني حجمها كبير وفيها فريلي موفينج تشارج، الكترون كلاود مثلا، زي البنزين فيها الكترون كلاود وحجمها كبير، سلفر حجمها كبير وفيها يعني فيها اوتر موست الكترونز مش حاسين بالتشارج اللي جوه قوي، فدي بيسموها بولاريزابيلتي. كل لما الحاجه تبقى البولاريزابيلتي بتاعتها عاليه، كل لما تبقى تقدر تعمل لندن ديسبرشن فورسز اكتر. حد زعلان؟ حلو قوي. بس كده تقريبا. تعالوا نبص على اللي بعدها. دي امثله الساندويتش اللي هو الستاكينج ده، ده بيبقى بسبب اللندن ديسبرشن فورسز اللي احنا قلنا عليه، ودي كان بسبب حاجات تانية اظن احنا فوتناها المره دي صح. طيب فين الهيدروفوبيك انتراكشنز؟ هيدروفوبيك انتراكشن، الهيدروفوبيك انتراكشنز الحاجه الوحيده اللي هناخدها نون الكتروستاتيك، مش بسبب بوزيتيف ونيجاتيف اصلا. طب الهيدروفوبيك انتراكشن ايه وجه التشابه بينها وبين اللندن ديسبرشن فورسز؟ الاثنين بين حاجتين اصلا نيوترال ما فيهمش تشارج، يعني بين تو مويتيز اصلا مش ما عندهمش دايبول. تمام. طب وايه وجه الاختلاف؟ ان في اللندن ديسبرشن فورسز الانتراكشن في النهايه بيبقى بسبب تشارجز برضو، بس حصل لها اعاده توزيع، انما في الهيدروفوبيك انتراكشن مش بسبب تشارجز اصلا. تمام. اللندن ديسبرشن فورسز بتسمع في الدلتا اتش، انما الهيدروفوبيك انتراكشنز بتاثر على الدلتا اس. معايا كده؟ طيب اي حاجه الهيدروفوبيك انتراكشن بين اي حاجه هيدروفوبيك وخلاص، مش بيشترط فيها ان هي مثلا تبقى لارج ان سايز ولا عندها بولاريزابيلتي ولا حاجه، انما في اللندن ديسبرشن فورسز بيشترط فيها الحاجات دي. الكلام ده مهم. معايا كده؟ طيب اظن احنا كده خلصنا الحاجات الاساسيه في هذه اللكتشر اللطيف. طيب وبعد كده خدنا الفراجمنت بيس دراج ديزاين. هروح اجيب لكم ورقه الاتندنس قبل ما تريحوا دماغكم منتلي كده شويه. عدنا بعد الفصل. كوكب الاثاره المتعه. اتفرجت على ناروتو عليها بالعربي، كانت غريبه قوي. غريبه جدا. لابد من اتقان مهاره الرازينجان سريعا، حسيت الموضوع صعب قوي. المهم يلا بينا. فراجمنت بيس دراج ديزاين، فراجمنت بيس دراج ديزاين بيقع فين في الدراج ديزاين سايكل دي؟ او يعني في الدراج ديزاين بروسيس دي؟ في الحته دي، ان احنا عايز الاقي هيتس، عايز الاقي حاجات بتقفش في البروتين. ماشي؟ طيب اتكلمنا عن الكيس ستادي دي وحاولنا نحللها مع بعض ووصلنا ازاي. الحاجات دي انا عايزكم تستفيدوا منها ايه؟ طبعا مش هسالكم في التفاصيل بتاعت الكيس ستادي، يعني مش ده الطبيعي يعني انا هسالكم فيه. طب انا عايزك تبقى فاهم الفكره، يعني ايه؟ تعرف مثلا توازن بين الايه؟ بين الحاجات الليجند افشنسيز المختلفه. تفهم مثلا ان احنا بنقيس
بنقيس الاي سي 50 بتاعت الكومباوند، كل ما تبقى الاي سي 50 دي تقل كل ما تبقى احسن. النانو مولر رينج حلوه، فاكرين لما قلنا وات ميكس ا جود دراج فلكتور 1 قلنا انه يبقى في النانو مولر رينج اهي، هي دي. بس احنا قلنا كمان هنا بنقيس بحاجه ثانيه اسمها ليجند افيشنسي، وده بيبقى ايه؟ بيبقى زي ريشيو كده بين قد ايه هو بوتنت وفي نفس الوقت حجمه، بحيث ان مش عايزين حجمه يكبر قوي وعايزينه يبقى بوتنت قوي، صح كده؟ طيب وفهمنا من هنا الكونسبت كويس قوي، وعرفنا ازاي ان هم خدوا سيرتن فراجمنت وبعد كده عملوا له فراجمنت الابوريشن اللي اتكلمنا عنها في الاخر. وكالعاده انت بتنفض الحاجات اللي في الاخر وانا بزعل اللي بيحفظوا الحاجات اللي في الاخر، فبجيب الامتحان من الحاجات اللي في الاخر. تمام؟ حد زعلان؟ انا بحاول بس احمسكم، عارفين انا بتخض منهم في الافراح، عارفين في افراح بيبقى صوت عاليه جدا جدا بطريقه مستفزه، بلاقي كل الناس زعلانه. طب يعني مش فاهم، طب هم عاملين كده ليه؟ يعني فيش ولا واحد فرحان اللي قاعدين وكله زعلان وبرضه معلين الصوت. الكونسبت مش قادر افهمه لحد دلوقتي. المهم ماشي، بتعلوا الصوت ليه؟ يعني الناس زعلانه، الناس مش مبسوطه، يعني الموضوع مش ما بقاش ممتع اصلا. انتوا قاعدين تاخدوا ذنوب وفي نفس الوقت معلين الصوت، طب يعني وجع وذنوب وقرف وقاعدين تحسدوا في بعض وتتكلموا على فلانه الافراح دي احسن جو اجتماعي في التاريخ. مش كان بروحش، انا رحت فرح اخويا بالعافيه. يلا وانا ما عملتش فرح الحمد لله، اعظم انجاز في حياتي ما عملتش فرح. المهم كانش معايا فلوس. يلا بينا. طبعا ما بقولش كده، بقول ان انا ما كنتش عايز اعمله عشان انا ما بحبش الحاجه. يلا بينا، يلا نكمل. نعم؟ حاجه حلوه. احلى حاجه في الدنيا اصلا، ده اعظم من انا يعني انا فرحت بعدم الفرح اكتر ما فرحت بالدكتوراه مثلا. طيب. دي لسه متكلمين عنها في لكتشر 1. الفكره بتاعت الهاي ثروبوت سكريننج مقارنه بالفكره بتاعت الفراجمنت بيس دراج ديزاين، هاي ثروبوت سكريننج بتبقى فول فلاج مولكيولز، مولكيولز كبيره كده شبه الدراجز مور دراج لايك، لكن الفراجمنت بيس دراج ديزاين بتبقى فراجمنتس. فبسبب انها فراجمنتس بتلاقي كل الكومبينيشنز اللي تحلم بيها، فبتاكسبلور الكيميكال سبيس كويس. فاكرين الكلام ده؟ طيب ايه الدروباكس بتاعت الهاي ثروبوت سكريننج؟ ايه المشاكل بتاعت الشاب ده؟ المشاكل بتاعت الشاب ده ان مهما يعني زودت من عدد الحاجات دي مش هتكسبلور الكيميكال سبيس كويس، هذا الموضوع مكلف. وفي نفس الوقت هي اصلا مولكيولز كبيره، وانت لما بتيجي تعمل اوبتمايزيشن بتحتاج غالبا تكبر المولكيول، فلما بتكبر على الكبير فالموضوع بيكبر قوي. واحنا عندنا ليميتيشنز كويسه للجود دراجز، يعني ان جنرال جود دراجز المفروض يبقى اقل من 500 دالتنز. تمام؟ المهم الكلام ده طبعا تبقوا عارفينه. وعلى العكس بقى الفراجمنت بيس دراج ديزاين ادفانتجز عكسهم، ان هو انك ممكن تبقى عندك لايكلي هود انك تلاقي هيتس اكتر، وبتعمل مور افيشنت سامبلينج اوف كيميكال سبيس، وبتستخدم سمول مولكيولز فتبقى احسن، بتبقى اسهل انك تعمل لها ايه ليد اوبتمايزيشن او فراجمنت الابوريشن. طيب قلنا ان في مشاكل الفراجمنت بيس دراج ديزاين، مين فاكرها؟ طب مين معايا؟ طيب اللي معايا يرفع ايده. هو واضح ان الصف ده بس فيه لا في اوتلايرز هنا. شكرا يا فندم. ايه المشاكل بتاعت الفراجمنت بيس دراج ديزاين؟ مشاكل الموضوع ده ان اكيد كل فراجمنت من دول الافينيتي بتاعته هتبقى قليله. تمام؟ مش زي لما حاجه كبيره تمسك. فالافينيتي القليله دي بيبقى صعب تعمل لها ديتكشن، فكنا محتاجين ديتكشن تكنيكس عاليه او كويسه يعني مور سنسيتيف ديتكتنج تكنيكس. طيب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه ان ساعات المولكيول الصغنونه دي انت عايز تكبرها بتحتاج efficient elaboration methods علشان ايه؟ لا اسف، كانت دي اول حاجه ان هي مشكله السنسيتيفيتي. كانت تاني حاجه ايه؟ ان بيبقى عندي ساعات اظن كانت مشكله البروميسكويتي، صح؟ انا نسيت نفسي. ان هو ساعات يبايند لديفرنت تارجتس، مشكله البروميسكويتي. فساعتها ايه؟ فساعتها محتاج efficient methods علشان تانهانس البوتنسي بحيث انه يعمل selectivity احسن. تمام؟ يبقى تعرف كل مشكله وايه ويعني حلها او يعني بتتعامل معاها ازاي. طبعا تعرف المقارنه دي. اتفقنا على موضوع فاكرين الموضوع ده؟ رسوماتي معبره جدا، ايه القرف ده؟ بس اكيد كان ليها معنى يعني مش عارف ايه. المهم احنا قلنا ان قلنا لو عندنا اتنين دي كده كومباوند ودي او دي فراجمنت وده فراجمنت، ده فراجمنت وده فراجمنت، ده بيمسك في حته في البروتين وده بيمسك في حته ثانيه، بحيث ان هما الاثنين مع بعض يعملوا مولكيول، يعني لو جمعتهم مع بعض هيعملوا مولكيول كبير. تمام؟ هل الدلتا جي بتاعت دي لوحدها زائد الدلتا جي بتاعت دي لوحدها تساوي السم اوف دلتا جيز؟ قال لك لا، لان اكيد الانتروبي بتختلف، يعني الفلكسبيليتي بتاعتهم واللوس اوف فريدم بتختلف.
فعلشان كده هما بيبقوا دلتا جي اوف اي بلس دلتا جي اوف بي بلس كوركتنج فاكتور معتمد على الانتروبي. عشان كده في اس هنا لو واخد بالك دلتا جي اس واخد لي بالك معتمد على الانتروبي. طيب ماشي الكلام ده برضو للقرايه الرشيده. استكس رول اوف 3 قلت لكم تبقوا عارفينه ماشي تعرفوا الحاجات دي الكرايتيريا دي. اللايجند افشنسي مهم جدا كونسبت مهم اساسي بيفيتال في موضوع الايه حاجه مهمه جدا حاسمه في موضوع الايه الفراجمنت بيز دراج ديزاين. عايزك تعرفها تعرف التعريف ده بالمنظر ده بالظبط وتعرف مثلا لما ده يزيد يبقى معناها ايه ولما يقل يبقى معناها ايه تمام. وبيستخدم ازاي في الهاي في الفراجمنت بيز دراج ديزاين. اللايجند افشنسي قلنا بيستخدم ازاي بيستخدم كمتريك بحيث انك تعرف حصل هيت ولا لا. فقلنا ان اللايجند افشنسي ذات از مور ذان فين هي طبعا احنا فضنا الاس تي دي دي ليجند افشنسي مور ذان 0.3 كيلو كالوري ده يوزد از انديكاتيف فاليو. وبعد كده بنستمر في استخدام الليجند افشنسي عشان نبرر اي زياده في الايه في حجم المولكيول تمام زي ما عملنا في الايه في القصه بتاعه الزلبراف. اس تي دي يا جماعه برضو عشان ما نبقاش جهله مش يعني سكسوالي ترانسميتد ان ام ار ماشي هو يعني ساتوريشن ترانسفير ديفرنس ان ام ار. طيب قلنا ان احنا محتاجين بيولوجيكال اسايز تنينه علشان نعرف نديتكت الايه الافينيتيز الصغننه دي. منها الحاجات دي عايزكم تبقوا عارفين تبقوا عارفين الاسماء دي. طيب نفضنا للاس تي دي. الالابوريشن تكنيكس اللي انت هتنفض لها وانا بقول لك ما تنفض لهاش وانا بحذرك ما تنفضش للالابوريشن تكنيكس. الموضوع ده بيضايقني تمام. يعني ايه الالابوريشن تكنيكس؟ يعني انت بتاخد الفراجمنت وتكبر حجمها تمام تعملها الالابوريشن. طيب في كم طريقه خدناها للالابوريشن؟ ثلاثه. ايه هم؟ يا اما همسك الاثنين فراجمنتس واعمل لهم لينكينج تمام يبقى ده اسمه فراجمنت لينكينج. يا اما هعمل لهم ميرجنج يبقى في كومن حته كومن ما بينهم فادمجهم في بعض تمام. يا اما هعمل سينثيسز لحته زياده يعني هاخد الفراجمنت وانا ازود عليه من نفسي مش من فراجمنت ثاني تمام. طيب لازم تبقى عارف ازاي تشرحه يعني كده لينكينج ممكن تشرحه بالرسومات ممكن تشرحه بالكلام كده ميرجنج. وده مثال على الميرجنج. لازم تبقى عارف انك تديتكت امثله. ممكن اجيب لك حاجه زي كده واقول لك حصل ايه فتقول لي حصل ميرجنج حصل لينكينج فاهمين قصدي. طيب وتبقى عارف تديتكت اللاجن افشنسي انهي من دول مور افشنت تبقى عارف الكلام ده ماشي. بعد كده الفراجمنت جروث اخر حاجه اللي هي بتعمل سينثيسز للايه للحاجه للفراجمنت بتاعك بحيث ان هو يملى الاكتف سايت زي هنا كده. فبتبقى بادي بحاجه وانت بقى بعد كده بتبتدي ايه تكبرها مش بادي باثنين فراجمنتس وبتعمل لهم لينكينج او ميرجنج او ثلاثه فاهمين قصدي؟ طيب دي نفضناها اللي هي التارجت جايدد سينثيسيس. وقلت لكم ريفرنسز طبعا عشان الناس اللي ايه اللي هتموت وتتعلم اكتر وتستفيد اكتر وتتشبع من العلم الغزير تمام؟ احنا كده ايه نظام الاتندنس؟ حد ما مضاش لسه؟ متسجله يا كبير والله العظيم انت مستغرب عشان انا بهيس؟ ما انا بهيس على طول حبيبي ما انا بحطهاش على الاي ليرنينج ليه؟ يعني الفضايح تبقى بيننا وبين بعض لكن ما يصحش كده. طيب هحكي لكم على المحاضره الاخيره اللي قلناها الاسبوع اللي فات بسرعه كده الحاجات المهمه جدا. طبعا طرق الانتراكشنز المختلفه اللوك اند كي والجلاف اند هاند يعني ايه باي اكتف كونفورمر ايه علاقه الانرجي بالجيومتري الحاجات دي قلناها كلها. بنلاقي البست جيومتري ازاي الانرجي مينيمايزيشن بيتعمل ازاي ايه لما بنعمل لما الكمبيوتر بيعمل مينيمايزيشن ازاي الحاجات دي قلناها المره اللي فاتت كلها. فاكرين اللي هو بتاع كونفورمرز everywhere ده. طيب وصلنا في الاخر ان احنا اتكلمنا على الدوكينج وقلنا الدوكينج فيه اربعه كرايتيريا فاكرين او اربعه از بري ريكويزيتس لازم يبقى فيه ريلايبل ستراكشر للتارجت واحنا عارفين اصلا بنعرف الريلايبل ستراكشر منين. اتكلمنا بقى عن الكريستالوجرافي وعلى لا 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 سو اون ومحتاجين كونفورميشن موديل للليجند خاصه لو فلكسبل لازم اعبر عن الفلكسبيليتي بتاعته. محتاجين الجوريثم تو تراي بوسيبل جيومتريز فرقنا بين الريجيد دوكينج وبين الفلكسبل دوكينج. محتاجين سكورينج فانكشن عشان ترتب الحاجات دي. وبعدين في الاخر خالص كلمتكم عن المولكيولر داينامكس كلمتين كده سريعه على المولكيولر داينامكس. قلت لكم ان الداينامكس ده بت اندرستاند ذا دايناميك بيهيفير اوف بروتينز يعني انت لو البروتين عندك بيعمل كونفورميشنال تشينجز كبيره او كده وحاجات كده وانت عايز تدرس الكلام ده ما لكش حل غير المولكيولر داينامكس او لو هو فلكسبل زياده على اللزوم وانت عايز تعمل حتى دوكينج فيه
بتحط انيشال بوز وبعد كده تشوفه بالمولكيولر داينامكس. الحاجات دي مهمه جدا. طيب وبعد كده قلت لكم ان احنا عندنا يعني احنا ممكن ركزوا في اخر حته دي يا جماعه, ركزوا في اخر حته الله يكرمكم. كالعاده بتعملوا ايه؟ نحفظوا لاخر حته. اخر حته مهمه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي, ان احنا دلوقتي خدنا كام طريقه علشان ندرس الانتراكشن بين الليجند وبين البروتين كومبيوتيشنالي. خدنا طريقه الريجيد دوكينج, خدنا طريقه الفلكسبل دوكينج, خدنا طريقه المولكيولر داينامكس. تمام, انهي من دول موست كومبيوتيشنالي اكسبنسيف يعني بيستهلك ريسورسز اكتر على الكمبيوتر؟ المولكيولر داينامكس بياخد وقت من لذينا وبيستهلك الكمبيوتر كله. يلي ايه بعديه على طول؟ الايه؟ الفلكسبل دوكينج. اقل واحد في الريسورسز هو ايه؟ الريجيد دوكينج, علشان البروتين بيبقى ريجيد. تمام كده؟ الفلكسبل دوكينج بيبقى البروتين كله ريجيد بس الاكتف سايت هو اللي فلكسبل, السايت تشينز بتاعته يعني حتى الباك بون ريجيد برضه, السايت تشينز اللي في الاكتف سايت بتبقى فلكسبل بس. تمام؟ برضه بياخد ايه وقت اكتر. طيب ان ترمز اوف اكيورسي العكس, الريجيد اقل اكيورسي, الفلكسبل المفروض هنقول مع بعضينا معلش ان هو مور اكيوريت وان كان مش ده الحقيقه دايما. وبعد كده الايه المولكيولر داينامكس, يبقى الاكيوريسي ماشيه عكس الايه؟ عكس الكمبيوتيشنال ريسورسز المطلوبه او الكمبيوتيشنال يعني اكسبنس اكسبنسيف قد ايه. طيب اختار بقى انهي ميثود من دول على حسب. لو انت عندك بروتين فلكسبل جدا, تمام, فلكسبيليتي بنعرفها ازاي؟ بنعرفها بحاجه زي البي فاكتورز. لو البي فاكتورز عاليه او لو انت عندك بيغير الكونفورميشن بتاعته جلوبالي جامد جدا, تمام, يبقى انت لازم تدرسه عن طريق المولكيولر داينامكس. لو انت عندك البروتين الى حد ما ريجيد بس الاكتف سايت هو اللي شويه البي فاكتورز بتاعته عاليه, يبقى ساعتها هتعمل ايه؟ فلكسبل دوكينج علشان تاكوموديت الايه؟ الفلكسبيليتي بتاعت الاكتف سايت. لو انت عندك البروتين ريجيد وزي الفل يبقى هتعمل ريجيد دوكينج. لو انت عندك البروتين كبير حجمه كبير قوي في الداينامكس هياخد وقت كتير, فاهمين قصدي؟ طب لو انت عندك البروتين حجمه صغير في الداينامكس هياخد وقت قليل, يعني يعني انا قصدي هيبقى تريد اوف. لما انت تلاقي ان انا بقول لك مثلا عندي ليجنز كتير قوي وعايز اعملها دوكينج, غالبا هعملها بريجيد دوكينج. لو انا عندي ليجنز قليله شويه بس عندي فلكسبل اكتف سايت, هعرف الفلكسبيليتي ازاي من دي فاكتورز, يبقى غالبا هعمل فلكسبل دوكينج. لو انا عندي البروتين صغنون وانا عندي ليجند واحد ولا اثنين, ما نعمل داينامكس وخلاص, فاهمين قصدي؟ مولكيولر داينامكس. تمام, فيبقى احنا هنبقى بنوازن بين وانت تقدر تارجيو يعني تقول لي اه خلي بالك ان ده البروتين حجمه كبير قوي فلو عملته بالداينامكس مش هنخلص, هنا البروتين مثلا حجمه صغنون وانا ما عنديش ليجندز كتيره وهو البروتين فلكسبل فعشان كده محتاج اعمله بالداينامكس اند سو اون. الحاجات دي مهمه جدا لان دي اناليسيس كويستشنز. حد زعلان؟ انا قلت لكم عليها, ما حدش يجي ويزعل. ماشي؟ طيب الذين يسمعونني عبر الاقمار الصناعيه, ارجو ما تزعلوش لما تشوفوا انتوا غالبا اللي بيسمعوني في الاقمار الصناعيه الامتحان بكره صح او امتحان النهارده وبيسمعوني في الباص, انا ماليش دعوه, لما تزعلوش بقى.